كل سنة وحضراتكم طيبين في أولى حلقات برنامج أكسجين مع رامي في 2024. أتمنى لجميع المشاهدين بسنة سعيدة مليانة بالصحة والسعادة وتحقيق الأماني. هذه الحلقة احتفالية بعيد الميلاد المجيد، وإذا كنا بنتكلم على عيد الميلاد يبقى بنسأل من هو السيد المسيح يسوع المسيح؟ هل هو إله أو بشر؟ ولماذا تم الفداء بهذه الطريقة التي في البعض يعتبرها مهينة؟ ألا يستطيع هذا الإله الذي يقول كن فيكون يأمر بحل ما بدون ألم أو تعب أو صليب؟ هنتكلم النهاردة على يسوع المسيح، ويكون معنا ضيفنا الدكتور القس أشرف عزمي، البروفيسور في جامعة ليبرتي يونيفرسيتي بكاليفورنيا. تابعونا في هذه الحلقة الاحتفالية جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة جميلة مليانة بالأماني الناجحة، وبإذن ربنا كل أمانيكم تتحقق. النهاردة هنتكلم على شخص يسوع المسيح. من هو؟ كثيرون يعتقدون أنه إله، وكثيرون يعتقدون أنه نبي، كثيرون أيضا يعتقدون أنه معلم للبشرية، ولكن الكل اجتمع أنه ملك السلام. النهاردة هنسأل من هو يسوع المسيح. كون معانا ويشرفنا النهاردة في هذه الحلقة الاحتفالية بعيد الميلاد الدكتور القس أشرف عزمي، مدرس للعهد القديم بجامعة ليبرتي يونيفرسيتي، وأيضا هو مقدم برنامج عبر الحياة، وله مؤلفات كثيرة منها الوحي وعصمة الكتاب المقدس والمسيح في سفر أشعياء، وأيضا المسيح من هو، وده كتاب كبير يمكن أكثر من 500 صفحة. أهلا بحضرتك دكتور القس أشرف عزمي. أهلا أخي رامي، كل سنة وحضرتك بخير، وكل المشاهدين اللي بيتابعوك واللي بيشاهدوا برنامجك بكل الخير والسلام. عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة عليكم جميعا. وحضرتك طيب يا دكتور، وفي الحقيقة إحنا السنة بتاعت 2024 عندنا أمال كبيرة فيها، ولكن هنبتدي أكتر حاجة عايزين نأسس عليها هذا الشخص الذي قسم التاريخ إلى قبل وبعد مولده. حقيقة عايزين نعرف من هو شخص السيد المسيح. في المسيحية يقولون عنه إنه إله، وأنا النهاردة هسأل أسئلة لمعرفة من هو هذا الشخص الذي تكونت عليه مبادئ كثيرة في البشرية، وفي نفس الوقت هل هو شخص ولا إله أو أكثر. والحقيقة العقيدة المسيحية بتقول أن الإله تجسد ونزل من سمائه وأصبح بشريا بجسد علشان يفدي البشرية. وإذا كنا هنتكلم على الفداء، فأنا عايز أعرف إيه هي قصة الفداء اللي خلت إله ينزل من عرشه ويتجسد ويتحمل الآلام ويموت من أجل قصة الفداء. وطبعا أنا بتكلم في على العقيدة المسيحية. طبعا السؤال المرتبط بمن هو يسوع ده سؤال كبير جدا، يعني سؤال بقاله 2000 سنة من وقت ما أتى المسيح، وكل الذين كانوا حول المسيح سألوا هذا السؤال: من هو هذا؟ مين ده؟ كويس، يعني التلاميذ في مواقف كثيرة قالوا: من هو هذا حتى أن الريح والبحر يطيعان؟ الكتبة والفريسين قالوا: مين ده؟ وبأي سلطان يفعل ما يفعل ويقول ما يقول؟ الرب يسوع نفسه سأل التلاميذ: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ وسأل الكتبة والفريسين: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ فالسؤال ده سؤال مهم جدا، سؤال اتبنت عليه كل العقيدة المسيحية، سؤال من هو يسوع؟
طبعا لما بنقرا الكتاب المقدس احنا مش بنالف، يعني احنا مش بنخترع مين هو يسوع. احنا بنعرف مين هو يسوع من اللي قاله يسوع نفسه، ومن اللي علمه لنا يسوع في الاناجيل. لا يوجد انسان مهما كان يقول ما قاله يسوع ويفعل ما فعله يسوع ان لم يكن هذا الانسان فوق البشر، فوق البشر. كويس، يعني زي ما سي اس لويس حطها، قال لما بنسمع اللي قاله يسوع واعلنه عن نفسه بنقف قدام اختيارات، اما انه هذا الشخص مجنون، لانه من يقول انه انا والاب واحد، من يقول انه من رآني فقد رأى الاب، من يقول انه مغفوره له خطاياه وعنده سلطان انه يغفر الخطايا، من يقول انه ارسل ملائكتي كويس في آخر الزمان، من يقول كل هذه الأشياء قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، كل هذه الأمور وهذه الإعلانات من يقولها؟ إن يعني أول احتمال إنه مجنون، لأنه ما حدش يقدر يقول هذا الكلام ويدعي هذه الإدعاءات عن نفسه. وطبعا هذا لا ينطبق على المسيح زي ما قال سي اس لويس، ما ينفعش، لأن كل حياة المسيح تؤكد إنه ما فيش حد أبدا عاش على هذه الأرض كان حكيم مثل يسوع المسيح. يا إما إنه شخص مختل، شخص مختل، إنه يعني بيدعي لنفسه ما لا يدعيه، كذاب، شخص كذاب. ومش ممكن مسيح في كل تعاليمه اللي بيعلم عن المحبة والصدق والأمانة وكل هذه الأمور أن يكون كذاب. يا إما يكون هذا الشخص حقيقي في كل ما قاله يسوع عن نفسه حقيقي. فاحنا بناخد كل ما قاله يسوع عن نفسه وبنؤمن به، لان كل ما قال يسوع عن نفسه هو حقيقي، وبدون بيوصلنا الى انه يسوع المسيح هو كلمه الله المتجسد. لكن انت بتسالني اخرامي عن قصه الفداء. الكتاب المقدس كله عباره عن قصه الفداء، بنسميه في دراساتنا اللاهوتيه تاريخ الفداء، يعني ذا هيستوري اوف ريديمشن، تاريخ الفداء. كل كتاب مقدس من أول التكوين وحتى الرؤيا هو تاريخ الفداء. وهذا التاريخ بنجد فيه ثلاث عناصر مهمين جدا. بنجد الله، من هو، من هو طبيعته كخالق، كقدوس، كأوجد كل الأشياء من العدم، الإله الذي أوجد الإنسان، الإله الذي كل شيء به كان. فبنجد الله، من هو الله. الكتاب المقدس بيعلمني عن مين هو الله، مش بيتركني ان انا اعمل اله على مزاجي، لكن بيقول لي من هو يهوه، من هو يهوه. حاجه تانية، الانسان جه منين، وهل هو مخلوق ام هو متطور، يعني جه نتيجه صدفه ام ان الله قال فكان. كويس، طب ايه مشكله الانسان؟ الانسان عنده مشكله كبيره. كل التاريخ بيؤكد لنا ان الانسان في مشكله كبيره، أخلاقياً، نفسياً، الإنسان بطبيعته ساقط. من أين أتى السقوط؟ وما هي البداية؟ ولماذا سقط الإنسان؟ وفي أي حالة يعيش الإنسان؟ الجزء الثالث والمهم هو خلاص الله. ماذا فعل الله تجاه الإنسان الخاطئ؟ هل يتركه في خطاياه وفي الحكم بالهلاك الأبدي؟ أم أن الله عنده خطة لفداء الإنسان، وهذه الخطة لفداء الإنسان هي في تجسد الكلمة يسوع المسيح. فالكتاب المقدس كله بيكلمني عن فداء الله للإنسان. وعشان كده لما بنقرأ الكتاب المقدس، للأسف عدد كبير من المسيحيين لما بيقرأ الكتاب المقدس بيحسوا أنهم مشتتين، يعني من التكوين للرؤية وكأنه كل شيء منفصل عن التاني. الكتاب المقدس هو قصة، قصة كاملة متكاملة، لها بداية ولها نهاية. بدايتها في سفر التكوين ونهايتها في سفر الرؤيا. بدايتها في خلق الإنسان وسقوط الخليقة وسقوط الإنسان وعلاقة الإنسان مع الله وسماء جديدة وأرض جديدة. تجد بداية وتجد نهاية، والله هو صانع كل خطة الفداء من أولها إلى آخرها. وعشان كده قصة الفداء مرتبطة ب تدخل الله لفداء الإنسان الهالك
وإنقاذه من هلاك الأبدي. ده ببساطة، يعني أنا عارف إن الوقت مش بيسعفنا كتير الواحد يقول كل شيء، لكن ده ببساطة قصة الفداء اللي هنتكلم عنها ببعض التفاصيل في بعض الأسئلة أكيد اللي عندك اللي جاية تباعا. يعني خليني برضو أكمل أسئلة على قصة الفداء. بيقولوا إن آدم أخطأ والأجيال اللي بعديه ليه تدفع الثمن؟ إذا كان آدم أخطأ كويس. فلماذا أنا أتحمل هذه الخطية ليأتي الإله ويصلب ويفدي البشرية؟ سامحني، يعني ده مش تحميل لأخطاء غيري؟ كويس. طبعا لازم أنفي فكرة إنه الإنسان بيرث جينات خاطئة، يعني ما عندناش الفكرة دي، كويس؟ الخطية الأصلية هي حالة وجد فيها الإنسان. حالة وجد فيها الإنسان. أنا وأنت النهاردة موجودين في مجتمع. ما يؤخذ من قرارات، يعني لسه كنا بنشارك أنا وأنت قبل الاجتماع إنه سواء رئيس كندا، رئيس وزراء كندا أو رئيس أمريكا، إزاي إنه القرارات اللي بياخدوها دي بتأثر علينا وعلى أولادنا. كويس؟ كل قرار بيتاخذ بيأثر عليا وبيأثر على أولادي. آدم لما أخذ قرار إنه يخطئ ويعصي وصية الله، أنا كنت في آدم، الخلية كلها كانت في آدم، فأثرت علينا. فإحنا آدم يعتبر الممثل لنا، النائب عنا. فلما يسقط الرأس، رأس الخليقة اللي هو آدم اللي ربنا أوجده وعينه على أن يكون ممثل له على الأرض، عندما سقط الرأس سقط الكل. وده ده بنلاقيه، بنسميها في علم اللاهوت كربة سولداريتي، إنه الكبير والرئيس لما بيسقط، رب الأسرة لما بيسقط بيأثر على الباقيين كلهم. فالإنسان وجد في حالة البعد عن الله والانفصال عن الله، وفي حالة حكم الدينونة، لأنه سقطت كل الخليقة في آدم. هي مش فكرة إنه أنا ذنبي إيه، يعني ما إحنا بنقول السؤال ده، إحنا ذنبنا إيه وإحنا أنت في كندا وأنا في أمريكا، ذنبنا إيه من نتيجة القرارات اللي بتتاخد، سواء المرتبطة بالجندر ايدنتيتي، سواء المرتبطة ب يعني تعليم الولاد تعليم غير كتابية، نقول إحنا ذنبنا إيه. لكن هي المشكلة إنه هناك مسؤول أخذ قرار، الرب الأسرة أخذ قرار، بقية الأسرة بتعاني. يعني دايما أنا أطرحها وأقول ببساطة، لو أنا عندي، كان أبويا غني، كويس، لكن أبويا أدمن القمار، أنا بضرب مثل، بس هو أبويا كان راجل قديس، بس أنا بضرب مثل إنه أبويا أدمن القمار وهو غني. الفلوس اللي عنده دي كان المفروض تتصرف على علاجنا كويس، على معيشة كويسة، على ان احنا ندخل جامعات محترمة، على ان احنا نرتبط ارتباطات يعني كويسة، لكن صرف فلوسه على القمار واستلف كويس، واصبحنا مدانين، فلا انا قدرت ادخل الجامعة اللي انا عايزها، ولا اختي قدرت انها يعني تجهز بيتها ويصرف على زواجها زي ما المفروض. فاحنا اتأثرنا باللي هو عمله، وده اللي بالظبط اللي حصل، انه ما فعله آدم نحن كنا في آدم. فعندما سقط آدم سقطت كل الخليق، انفصلت عن الله، صارت في حالة عداء. وآدم صار يعلم نسله كويس في بعده عن الله هذا السلوك. فالإنسان صار في حالة، the position، الحالة اللي عايش فيها هي حالة انعزال عن الله وانفصال عن الله، بل وكره وعداء لله. ده ببساطة فكرة سقوط آدم. فعندما سقط آدم سقط الكل.
لأنه احنا كنا في آدم فسقطت كل البشر في آدم. وضحت شوية المفهوم؟ طبعا واشكرك جدا على هذه التوضيحات، ولكن لماذا وجب الاله ان ينزل بنفسه لتصليح خطيئه ادم او رب الاسره، انا بتكلم على البشريه اللي Yeah. اثر على بقيه نسله، Right. ولماذا لا يوجد حل اخر غير ان الاله العظيم اعظم ما في الكون هي كلمه الله جل جلاله، لماذا ينزل من عرشه ويعيش عيشة متضعة جدا 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 ويهان ويصلب؟ وسامحني دي مش دراما كتيرة على أن يكون الإله الذي يقول كن فيكون وبكلمة طبعا. واحدة منه يتم الفداء، ليه هذه الدراما في التجسد ثم الصليب كويس. والقيامة؟ طبعا يعني السؤال فيه أكتر من جزء، خليني أمشي معاك واحدة واحدة. كلنا نعرف مثل الابن الضال اللي موجود في لوقا 15. تمام الابن اللي هو طلب من أبوه الميراث، كويس، وقرر إنه ما يعيش مع أبوه، وقرر إنه ياخد فلوسه ويروح إلى قرى بعيدة ويعيش فيها، كويس. بنعرف من قصة الابن الضال إنه هذا الشاب بعد ما صرف كل فلوسه ولا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب، وبدأ حتى يعني يشتهي ما تأكله الحيوانات، رجع إلى نفسه وقال أعود إلى أبي، يعني كم من أجير يفضل عنه الخبز، فأنا ليه عايش كده؟ وكانت دي سبب رجوعه إلى أبوه. لكن أنا مش هنهي القصة هنا، أنا هتخيل سيناريو آخر، كويس. السيناريو الآخر إنه الابن ده ما رجعش، لا رجع إلى عقله، كويس، ولا رجع إلى أبوه، وعاش بعيد عن أبوه في القرى البعيدة، واتجوز وجاب عيال اللي هم يعتبروا أحفاد، كويس. وكل ما قالوا عن أبوه كان أمور سلبية، كويس، ما قالش حاجة حلوة عن أبوه لولاده، ومات. ولاده طلعوا في حالة عداء لجدهم وانفصال، ما يعرفوش عنه حاجة، كويس، ما يعرفوش عنه حاجة. في قدامه أكتر من اختيار، يسيبهم خلاص الموضوع انتهى، يهلكوا زي ما أبوهم هلك هم أيضا يهلكوا، أو إنه يروح إلى القرى البعيدة. ده بالظبط اللي حصل في الكتاب المقدس. أمام الله أكثر من اختيار، كويس. الاختيار الأول الإنسان هالك، أجرة الخطية موت، خلاص دعه هي موت، كويس. يعني حتى الكتاب بيقول في بعض المواقف وندم الله أنه عمل الإنسان بسبب شره. كلمة ندم معناها تأسف، يعني يحزن في قلبه، زي ما أنت تبقى يعني عامل كل حاجة لابنك صح وتلاقيه بيعمل كل حاجة غلط فبتحزن جواك. فالإنسان وصل بيه هذه الدرجة إن كل أفكار قلبه إنما هي شريرة كل يوم. فقدام الله اختيار، خلاص يهلكه يتركه هالك، وبكده يكون العدالة الإلهية تمت، خلاص ما دي العدالة الإلهية، الله قدوس وعادل، فأجرة الخطية موت، تميت. لكن هناك جزء آخر، إنه الله خلق الإنسان للشركة معاه، ويعني في آية مهما حاولنا نفهمها صعبة على إدراكنا، إنه لما الله يقول لذتي مع بني آدم، يعني هو مش محتاجنا، بس هو خلقنا وأوجدنا فأحبنا. الجزء المحبة ده في الله، كويس، اللي هي صفة من صفات الرب اللي لا تتجزأ عنه أبدا. فإزاي الله يكون عادل وفي نفس الوقت محب؟ دي المعادلة الصعبة، دي المعادلة اللي بتحل لينا قضية الصليب وفهمنا للصليب، دي المعادلة اللي بتفهمنا للمسيح أتى، إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فمجيء المسيح إلينا
مجيئه إلينا ليس إهانة بل إخلاء، استخدم اللفظ الكتابي أحسن. ليه؟ لأنه بولس قال لنا الذي إسكان في صورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. أخلى نفسه معناها إيه؟ معناها أنه قلع الثوب الملكي بتاعه ولبس ثوب العبيد، يكون واحد مننا. ده اللي عمله المسيح، انه ترك مجده، ترك بهاءه، ترك المجد اللي الذي له كويس، واتى الينا كواحد مننا. ولما اتى الينا كواحد مننا عاش وسطينا، عاش وسطينا، نزل الى خلينا نقول نزل الى الوحل لكي ما ينقذ من هم في الوحل. هل ده عيب؟ هل دي إهانة لأب إنه نشوفه بينزل الوحل علشان ينقذ ابنه اللي بيغرق في الوحل؟ دي مش إهانة. صعب على الفكر الإنساني إنه يتصور الملك العظيم ذو الجاه والجبروت والذي في علمنا يقول كن فيكون ويتحمل هذه الإهانات، وخصوصا في الولادة المتضعة جدا والحياة المتضعة اللي هو عاشها كابن لنجار بسيط، والميتة الصعبة التي اشتملت الكثير والكثير من الإهانات للإنسان عامة، ما بالك لإله. لماذا كيف لي أن أتخيل أنا أن هو يهان، وهذا الإله العظيم الذي بلا أي عيب أنه مثلا يعمل أعمال بشرية، يجوع ويعطش، واسمح لي يعني في أن أنا أقول أنه هو يخش دورات المياه ويخرج الحاجات دي كلها، مش قادر يعني، مش انا بتكلم على ان في الفكر الانساني قد يستبعدها شويه، ايه رايك؟ هو طبعا النقطة للفهم هتكون تعريف التجسد كويس، لأنه ده يساعدنا على فهم حقيقة تجسد كلمة الله المسيح يسوع. ما هو التجسد؟ التجسد في الإيمان المسيحي ليس أن الله تحول، دي فكرة غلط. مش معناه انه تحول من اله لانسان، نحن لا نؤمن بالتحول. ليه؟ لانه التحول معناه اذا انت تحولت من اله لانسان، انت تركت صفات الالوهيه وخدت صفات الانسانيه، فانت انسان متغير او شخص تغيرت، هذا لا ينطبق على الله نهائي. كويس؟ فالتجسد ليس معناه انه عندنا اله محب تحول هذا الاله الى انسان، ده مش الفكر بتاعنا. ولا التجسد معناه انه كان في انسان عظيم جميل حلو معلم رائع عاش من 2000 سنه وكان شخص تقي، فربنا قال you know what الانسان ده كويس انا هرفعه واجعله اله كويس، فهو اساسا انسان وبعدين اترفع به اله. ليس هذا هو فكر المسيح، ده فكر شيطاني، دي تعاليم خارجه عن الايمان المسيحي. امال ايه هو التجسد؟ التجسد هو اتحاد، اتحاد يعني اتحاد الغير محدود بالمحدود، اتحاد اللاهوت بالناسوت كويس. فالله في عدم محدوديته، في انه غير محدود، اتحد بجسد محدود دون ان، دي نقطة مهمة، دون ان يؤثر الغير محدود على المحدود أو يلغي المحدود الغير محدود. أنا عارف إنه تعريف يعني شوية صعب، بس دي اسمح لي ده ده استخدم مثل معروف لدى المسيحيين والمسلمين، هو ان الله تجسد في صورة نار في العليقة او في الشجرة امام يس موسى، بالظبط، فهو واتكلم مع موسى واتكلم مع موسى والشجرة لم تخترق، مع ان بالظبط. طبيعة الاثنين عكس بعض، او يا يعني انا دايما بستخدم
تشبيه الكوباية. كويس، المج ده هقول انه فاضي، بس هو فعليا مش فاضي، هو مليان هواء، والهواء اللي جوه المج نفس الهواء اللي موجود في الأوضة، نفس الهواء اللي موجود خارج الأوضة، نفس الهواء اللي موجود في أمريكا وفي كندا، نفس الطبيعة، نفس الاسنس بتاعته، الجوهر بتاعته. كويس، طب ايه الفرق ما بين الهواء اللي هنا والهواء اللي في الأوضة؟ الهواء اللي هنا أخذ شكل الكوباية. كويس، أخذ شكل الكوباية، لكنه لم يفقد عناصره واتحاده بالهواء اللي بره. ده التجسد، انه المسيح الكلمه الازلي الغير محدود اتحد بجسد. كويس، فصار اله كامل وانسان كامل دون ان يؤثر الانسانيه على الالوهيه، ودون ان يؤثر اللاهوت على الناسوت. يعني مش لأنه إله كامل، كان ممكن يلغي حاجات كتيرة، كان ممكن يلغي أكله شربه نومه تعبه كل الحاجات الجسدية اللي احنا بنكتاس فيها، بس في هذه الحالة يبقى مش واحد مننا، يبقى معاش حياتنا، يبقى مكتس في اللي احنا اكتسنا فيه. وواحدة من زي ما يقول كاتب العبرانيين، واحدة من بركات التجسد الإلهي إنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين حتى يكون لنا رئيس كهنة رحيما عارف ظروفنا. هتقول لي هو مش عارف ظروفنا، هقول لك هو عارف كل ظروفنا، بس هدي لك تشبيه آخر. أو ممكن يبقى عندي كانسر واروح للدكتور، واشطر دكتور في امريكا او في كندا، اشطر دكتور اللي واخد اعلى الشهادات، اللي يعني عارف كل جزء في الكانسر بيشتغل ازاي، عارف الخلايا بالظبط، عارف كل حاجه، عارف العلاج اللي يناسبني ايه. كويس، اروح اتعالج عنده، غير لما يكون هذا الدكتور نفسه اجتاز هو في نفس الألم اللي أنا اكتست فيه. يعني هروح لواحد عالم، هو يعرف إنه الكانسر بسبب ألم، يعرف إنه الكانسر متعب، يعرف إنه كذا وكذا وكذا، كل حاجة عنده، لكنه لم يكتس فيه. تمام، الدكتور ده مش هيبقى رحيما عليا زي ما الدكتور اللي يكون عارف كل حاجة بس اكتس فيه. فأنا النهارده لما يبقى عندي نقول عن الرب يسوع إنه فيما هو قد تألم مجربا، تألم مجربا، تألم كثيرا من الناس، تألم من أقرب الناس لي. المسيح حاولوا قتله مرات ومرات، المسيح أنكروه، المسيح باعوه ب 30 من الفضة، المسيح اختبر الخيانة من أقرب الناس، اختبر إنكار الناس لي، الناس اللي كانت بتاكل وتشرب لما كان بيصنع معجزات وكانت منبهرة، هي نفسها الناس اللي قالوا اصلبوا اصلبوا. المسيح عاش في أقل منطقة من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الاستقرار السياسي، لكي ما يعني في كل هذه الظروف يبقى عارف كل ما اجتاز فيه الإنسان. كويس، ودي ده جزء مهم جدا في التجسد، بعد من الابعاد اللي بيتكلم عنها عبرانيين 2، لماذا تجسد المسيح. كويس، فهو ليس اهانه انه المسيح صار انسان كامل، لانه هو انسان كامل. الشيء الوحيد اللي يفصله عني وعنك كانسان كامل انه بلا خطيه، لكنه تعب، تعب، جاع، جاع، عطش، عطش، حزن، حزن، بكى، بكى، لكنه مع انه تعبان ومع انه حزين ومع انه باكي، الى انه يقف وينتهر الريح والبحر بكلمه، الى انه يقف قدام العذر ويقول له العذر هلم داخلا خارجا، بعد ما كان انتم انه يصنع كل هذه المعجزات،
انه يقف قدام انسان مفلوج ويقول له مغفوره لك خطاياك، وانا اللي بغفر الخطيه، ومحدش يغفر الخطيه غير الله. كويس. فعشان كده الاتحاد ده مهم جدا، وده اللي بيقول عنه الرسول بولس انه اخلى فيما هو، مع انه هو الله، الا انه اخلى نفسه. اخلى نفسه بمعنى انه هي كونسيلد. كويس. لم يستخدم صفاته وطبيعته الإلهية إلا فيما يتناسب مع خطة الفداء. إلا فيما يتناسب مع خطة الفداء. كويس. يعني كان ممكن يحول الحجارة إلى خبز بكل تأكيد. كان ممكن، كان يعني ينقذ نفسه، كان ممكن بكل تأكيد. ليه سلطان أنا أضعها وليه سلطان أنا أخذها؟ ده ببساطة. لكنه لم يستخدم هذا السلطان وهذه القدرة وهذه الصفات لكي ما يتمم، ينوب عنا كإنسان كامل مثلنا، ينوب عنا في فدان. فزي ما كنا في آدم، آدم الأول كإنسان أخطأ، لازم يكون في آدم الأخير الإنسان الكامل الذي فيه أيضا نتبرر. ده لأن ببساطة الحكم كان على الإنسانية أو على الإنسان، بالضبط. فالذي يجب أن ينفذ حكم الله هو إنسان. هو ومن إنسان هو هذا الإنسان الذي يستطيع أن تكون كفارته سرمدية، يعني أزلية بالضبط. وأبدية؟